السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها الإخوة الكرام. رحلتنا اليوم لواد اللوكوس لنجرب حظنا اليوم الكويفيسيون 41، وهذه أصغر مارية من بعد غادي تبدا تطلع. ايوا بسم الله في الصحة والراحة. مرحبا بكم. عاد كل اللي كيعرف هادشي، هذا هو لا هو النبق، هو هذا ديال السدرة. فيها النبق نيت، فيها الجلدة ولا هذا، فيه شوية الحلاوة. دابا هاد النبق هذا ولادنا مش غيعرفوه. السقاطة ديال الصور بالنسبة للناس اللي ما تعرفوش، خصوصا الشباب، هذا كينوض في السدرة. ما عرفتش واش كتعرفوا السدرة، هي واحد النبتة تتكون مشوكة، حتى يكون ساكن فيها الفاع والرنب والفيران الفغوجات اللي كياكلوها هما الجمال. مصيبة على الصبح، صبحنا عليه. الأسنان عنده شحال ماضيين، باقيتي حنزز. كانت كتضرب. سلموني ذي الحلاوة. ما ننساش نعمرو
الماء ديال البحر كاين فينا في الكعارش في الدود في كل شيء. شحال ما قدينا نهزو نديهم معنا نعمروهم نخليهم في الدار. هذا كيصلح لي ما هاد الواد كان في الزقوبين داك الشيء ديالي ما هذا حنا نديرو الكعارش تقدر ديرهم اي حاجه اللون. كندي معايا 5-6 بوديزات تيبقاو عندي مده طويله من بالزايد باش ما نتشطروش على الماء اللي كان عندنا نعطيو له الطعم ديالنا. يا رزاق من الصباح حنا كنتسنى لونغ بقشورة ما كانش عندي تخرج ديك الولد مسكين وقيل لا طلق تظهر انا ظهر ما كانش الزهر من الصباح ما كنتسنى انتم يا خوتي انتم كي دارت لي هي صاحبي كتضرب ما عرف شي حويته ولا شي حويته ما عرف واش صغيره ولا كبيره الله اعلم. انا بعض المرات ما كتشك محرقتها كتضرب بعض المرات مش دودة عوجة عليها جاية قيلة نبايرة نبايرة صغيرة مسكينة شحال ديال الصيادة اليوم على الجهد ولا شي واحد جبد شي وحدة راسي من السبعة الصباح وانا هنايا يلا هادي اللي جبدت دابا هاد على اللونغ بقشور تحصلت وما ضمنتش مزيان مشات حنا عملنا ليهم عاود جوج ما ضربت حتى جمعت وحده راه كنت بديت كنجمع جمعت وحده ديجا والاخرى راه باقا فيها وحده فيها كعريشه وهادو جوج فيهم اللونغ عاود نشوفو تو باقي ما حدوش شوفوا المغرب قرب هي الشمس فينا هي كاينه ما تتاكلش. جيت في 7 الصباح كان البحر كيعمر تقريبا في 10 قل 10 ولا شي حاجه بحال هكا كان طبل بعد اخوه في 4 قل شي حاجه ودابا هذا هو كيعمر عاود ولين 6 الريساكه شويه كثرت ولكن واخا هكاك الماريه صغيره ما كاينش بزاف نفس الشيء كانوا شي الاخوان عاود الاصدقاء كانوا بيتين في بيليكروسا بيتين الليله كامله قال لك المحاديه ما كايناش نهائيا ولا كاين شي حياه في البحر احنا قلنا بالنهار يمكن ضرب الساعه ما ضربش الا وحده فقط كاين الصاب هو اللي موجود وحوت صغير مال البايرا مره شي حويجات صغارين هكا كردهم له
شوفوا في هاد نص ساعه ولا ربع ساعه اللي باقا الا جبدات ما جبدات شي نجمعوا حويجاتنا. تناو شويه بلا ما هبطت واحد نص ساعه ونجمعوا حويجاتنا. هذا عيطنا بالحال يبدا الناموس عاود. يتقيل بحال شي سرطان. مشى غيكون شي سرطان ازرق طلق منا جابته للجنب. هنايا جابها للجنب الخيط مرخوف. لا بعد بدا فيها نتمنى على ربي يكون هذا الفيديو عجبكم. تحية طيبة وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحمد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.